مو اليوم اول ماتش مع الاسبيرانس في تونس في تشامبيونز ليغ، خاطر لعبت مون برومي ماتش في البناء. الحمد لله اني عملنا فيكتوار افيك مانيير. بالنسبه لي انا ماتش ما كانش سهل، خاطر اول مره نلعب في بوست جديد عليا كم مرير دوا، مي الحمد لله باللي عندي نجم باش نعاون اصحابي. كاو دونك لي زوبجيكتيف تاع الاسبيرونس معروفين، البريوريتي للتشامبيونز ليغ ان شاء الله سنه، وربي يوفقنا وان شاء الله نفرحوا جمهور ترجي. ميرسي.